السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الرابع من المحاضرة الأولى Electric Fields. الجزء ده هنتكلم فيه عن Motion of a Charged Particle in a Uniform Electric Field، أو حركة جسم مشحون موجود في مجال كهربي منتظم. أولا، المجال الكهربي المنتظم ده ليه خاصيتين بيتعرف بيهم. الخاصية الأولى إن المجال الكهربي ده بيكون اتجاهه ثابت، يعني موحد الاتجاه، كل خطوط الفيض بتاعته في نفس الاتجاه. تاني حاجة، ان قيمة المجال الكهربي ده بتكون قيمة ثابتة، يعني لو انا في منطقة معينة وقلت ان المنطقة دي المجال فيها يونيفورم الكتريك فيلد، فده الكلمة دي معناها ان قيمة المجال عند اي نقطة داخل المنطقة دي بيكون قيمة ثابتة. فدي الخاصيتين اللي بيتميز بيهم اليونيفورم الكتريك فيلد. فانا لو معانا لو في جسم مشحون، والجسم المشحون ده دخل المجال الكهربي، فإحنا بنقول إن أي جسم مشحون موجود في مجال كهربي بيتأثر عليه قوة، القوة دي مقدارها الكيو في الإي، قوة كهربية طبعا، اف اي الكتريك فورس هتساوي كيو في الإي. طب لو كانت القوة الكهربائية دي هي القوة الوحيدة المؤثرة على الجسم ده، يعني هي القوة اللي خلت الجسم يتحرك في داخل المجال الكهربي، نقدر نقول منها إن الكيو اي هتساوي الام في الإيه، لأن دي قيمة القوة المسببة لحركة الجسم. فالام في الايه هنا هتساوي الالكتريك فورس لما تكون هي القوة الوحيدة المسببة لحركة الجسم. طيب من القانون ده نقدر نجيب قيمة الاكسلريشن او قيمة العجلة، ومن هنا الاكسلريشن هتساوي الكيو في الاي على الام. الكيو اللي هي مقدار شحنة الجسم ده، الاي مقدار الالكتريك فيلد اللي هي موجودة فيه، والام هي كتلة الجسم بتاعي. في ملحوظة لازم نعرفها، بيقول لك if the particle has a positive charge، لو الجسم ده ليه شحنة موجبة، its acceleration is in the direction of the electric field، هيكون العجلة بتاعته في اتجاه المجال الكهربي. if the particle has a negative charge، لو الجسم ده شحنته سالبة، its acceleration العجلة بتاعته is in the direction opposite the electric field، اتجاهه هيكون في الاتجاه المعاكس للمجال الكهربي. وانا قلت لكم في ملحوظه في اول محاضره خلي بالكم منها، لو الجسم شحنته موجبه هيتحرك في اتجاه المجال، لو الجسم شحنته سالبه هيتحرك عكس اتجاه المجال. تعال ناخد مثال على حركه جسم مشحون موجود في مجال كهربي منتظم. ده شكل المجال الكهربي المنتظم. انا لو معايا التو بلاتس دول، ده البلات اللي فوق شحنته سالبه، البلات اللي تحت شحنته موجبه، هتلاقي ان خطوط المجال بتطلع من الطرف الموجب للسالب زي ما قلنا. هنا كل خطوط المجال لها نفس الاتجاه، كلها للاعلى، كمان كل خطوط المجال هنا التباعد ما بينهم ليه نفس القيمه. واحنا كنا بنقول ان تباعد خطوط المجال كلما كانت متقاربه كلما كانت قيمه المجال اكبر، كلما كانت متباعده قيمه المجال بتقل. هنا قيمه التباعد ما بين خطوط المجال في المنطقه دي كلها ثابته، فهنا قيمة المجال في المنطقة دي ما بين التو بلاتس دول قيمة ثابتة ما بتتغيرش. يبقى ده المجال هنا اسمه يونيفورم الكتريك فيلد، ده مجال كهربي منتظم. المثال بيقول لي ان الكترون انترز ذا ريجون اوف يونيفورم الكتريك فيلد، الكترون دخل منطقة مجال كهربي منتظم as shown in figure زي في الشكل اللي قدامي، with v initial equal 3.00 times 10 power 6 meter per second، قيمة السرعة الابتدائية اللي دخل بيها 3 في 10 أس 6 متر في الثانية، and ال E equal 200 نيوتن بير كولوم، قيمة المجال الكهربي 200 نيوتن بير كولوم. The horizontal length of the plates is، الطول الأفقي بتاعة البلات دي مقداره L equal 0.1 متر، 1 من 10 متر. أول مطلوب بالنسبة لي بيقول لي find the acceleration of the electron while it's in the electric field، أوجد قيمة عجلة الإلكترون عندما يتحرك في المجال الكهربي أو أول ما هيدخل داخل المجال الكهربي. من السلايد اللي فات قلنا إن هنا الإلكترون هيدخل داخل المجال الكهربي، هتأثر عليه قوة كهربية، وفي الحالة دي القوة الكهربية هي القوة الوحيدة اللي هتأثر عليه، القوة الوحيدة اللي مأثر عليه، فبقدر منها نقول إن القوة الكهربية هتساوي الـ M في الـ A. ومنها نقدر نجيب قيمة الـ A. بالتالي أنت عندك الـ Force هتساوي الـ M في الـ A هتساوي الـ Q في الـ E، عاوز الـ Acceleration، الـ Acceleration هتساوي Q في الـ E على الـ M، الـ Q
دي قيمة ثابتة للإلكترون، هو قال الإلكترون، فشحنة الإلكترون ثابتة 1.6×10^19، الإي الإلكتريك فيلد لطها 200، وكتلة الإلكترون برضو قيمة ثابتة 9×11^10^31، كده قدرت تجيب قيمة الأكسلريشن. طبعا أنا كتبنا داونورد، معنى ذلك إن الأكسلريشن بتاعة الجسم للأسفل للأسفل، لأن هو هيتجاذب ناحية الطرف الموجب أو الشحنة الموجبة. طيب المطلوب التاني بيقول لي assuming the electron enters the field at time t equal 0، افترض ان الالكترون هيدخل المجال عند زمن صفر، find the time at which it leaves the field، اوجد الزمن اللي هيستغرقه عشان يطلع من المجال. طبعا عشان يخرج من المجال يعني لازم يتحرك مسافة L في الـ x-axis. هنا لو خدنا بالنا ان حركة الالكترون اول ما دخل المجال حركة بروجكتايل، يعني هتبدأ تبقى ليه مركبة في الاكس اكسس ومركبة في الواي اكسس. يعني لو حاولنا نوضحها على الرسمة، هنا الالكترون مركبته ليه مركبة افقية هيمشيها كده في الاكس اكسس، المركبة دي سوري، وليه مركبة رأسية دي اللي هيمشيها في الواي اكسس. فانا دلوقتي عاوز اجيب قيمة المركبة الافقية، اللي انا المركبة الافقية دي قيمتها هتساوي ال L. انا عاوز اجيب الزمن اللي هيستغرقه عشان يقطع مثلا مسافة المركبة الافقية دي، يعني الزمن اللي هيستغرقه عشان يطلع من المجال هو نفس الزمن اللي هيستغرقه عشان يقطع المسافة الافقية دي. فلو احنا فاكرين قوانين كاينماتيك ايكويشنز بتاعة نيوتن، هقدر اجيب منها قيمة الزمن ده. الحل هيكون ازاي؟ انا معانا فلو فاكرين المعادلة اكس اف بيساوي اكس انيشال بلس في اكس تي بلس، كان المفروض ان هنا باقي المعادلة معايا في بلس هاف ايه تي سكويرد. طبعا هنا في البروجكتايل لما بيتحرق في البروجكتايل سرعة الإلكترون في المستوى الأفقي، أو سرعة البروجكتايل في المستوى الأفقي بتكون قيمة ثابتة، يعني الفي في المستوى الأفقي في إكس هنا بتكون دي قيمة ثابتة كونستانت. وبالتالي نقدر نقول منها إن الأكسلريشن في الإكس أكسس بتساوي صفر. يبقى نقدر عشان كده الحد ده كله احنا سويناه بالصفر او ما كتبناهوش اساسا، يبقى نقدر المعادلة هتبقى في الشكل ده بس، vf equal v initial plus vxt. بالتالي t هتقدر تجيبها ببساطة، t هتساوي xf ناقص x initial على ال vx. ال xf اللي هي المسافة الكلية اللي مشاها، اللي هي طول البلات l، الاكس انيشال المسافة اللي مشاها قبل كده، فاحنا افترضنا ان هو ما بدأ من زمن صفر فما مشاش قبل كده، يبقى اكس انيشال بزيرو. الفي اكس اللي هي السرعة اللي دخل بيها المجال، طبعا خلوا بالكم السرعة اللي دخل بيها المجال هي في الاكس اكسس فقط، لان هو كان متحرك في الاول قبل ما يدخل المجال بيتحرك في مستوى افقي، ما كانش ليه مركبتين، ما كانش بيتحرك بروجكتايل قبل ما يدخل المجال. فقبل ما يدخل المجال السرعة الابتدائية هي كانت في المركبة اكس فقط لا غير، يعني الفي انيشال في الواي اكسس هنا بزيرو، الفي انيشال في الاكس اكسس هي القيمة اللي اعطاها لي في المسألة اللي هي 3×10^6. يبقى انت هتعوض الاكس اف بال، الاكس انيشال بزيرو، الفي اكس ب 3×10^6 هيطلع لك قيمة الزمن اللي هستغرقه عشان يخرج من المجال. في المطلوب ده محتاج بيقول لي assuming the vertical position of the electron as it enters the field is y initial equal 0, what is its vertical position when it leaves the field. بيقول لي هنا افترض ان هو الحركة اللي اتحركها في ال y axis قبل ما يدخل المجال y initial equal 0، عاوز قيمة الحركة اللي اتحركها في ال y axis بعد ما خرج من المجال. هنا لو افترضنا ان دي كده هي المركبة الأفقية اللي اتحركها في الإكس أكسس داخل المجال، ودي هتبقى المركبة الرأسية اللي اتحركها في الواي أكسس عند خروجه من المجال. طبعا نقدر نجيب القيمة دي من برضو قيمة الكينماتيك إيكويشنز أو من معادلات الحركة في الواي أكسس. المعادلة بتقول y final equal y initial plus v y initial t
بلس هاف اي واي تي سكوير. طبعا انت عندك واي انيشال، الحركه اللي اتحركها في الواي اكسس قبل ما يدخل المجال، طبعا كلنا عارفينها بصفر اللي سالها. كمان احنا قلنا ان الالكترون حركته هتكون قبل ما يدخل المجال في الواي في الاكس اكسس بس، يعني الالكترون بيتحرك في المستوى الافقي بس قبل ما يدخل المجال، فما كانش ليه مركبه للسرعه في الواي اكسس قبل ما يدخل المجال. فالواي انيشال في واي انيشال سوري في واي انيشال ايكوال زيرو، فكده الحد الاول والثاني كده هيبقى صفر. بعد كده الحد الثالث الهاف هتعوض بالاي قيمه الاكسلريشن احنا جبناها، هتعوض بالتي قيمه الزمن اللي احنا جبناه، تعوض في المعادله مباشره ان هتطلع يطلع الناتج معاك. طبعا القيمه السالبه اللي طلعت معانا دي الاشاره دي بترمز لاتجاه الحركه. طبعا احنا الاتجاه اللي فوق هو اتجاه الموجب بالنسبه لنا في الموجب الواي اكسس، واتجاه الاسفل هو اتجاه السالب سالب الواي اكسس، فالجسم بيتحرك للاسفل فالواي هنا في الاتجاه السالب، عشان كده اعطاني الاشاره السالب. بكده احنا هنبقى خلصنا الجزء الرابع والاخير، وده الجزء الاخير من المحاضره بتاعتنا. يبقى احنا كده خلصنا المحاضره الاولى، اتمنى ان هي تكون فادتكم، ونتقابل ان شاء الله في المحاضره الجايه.